هذه الندوة التالية إلى ذاكرته، معناه أن مدن على ما هو مكتوب، على ما هو. وما هي المنطلقات نتاع الكتاب؟ وبداية نقف هذه هي الذاكرة، هي ما يجعلنا نؤمن بانتمائنا ونؤمن بمجهودات من سبقونا. والكلمة تاع دم الشهيد هذا هو الإسمنت الذي يجمع بيننا، لأنه على مر الزمن وعلى مر العصور الجزائر دفعت ودفعت الثمن ودفعته غاليا. مسألة الذاكرة الوطنية تعني كل المواطنين مهما كانت درجته، لأن كل واحد يملك جزء